دعا وزراء خارجية إسبانيا وإيرلندا والنرويج إلى ضرورة أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية فورا. وقال وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل أربرايز خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع ناظريه الإيرلندي والنرويجي في بروكسل إن الدول الثلاث ستعلن رسميا غدا الثلاثاء الاعتراف بدولة فلسطين. وأكد برايس أن كل قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف وعلى إسرائيل وقف عملياتها في رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن قصف المدينة حدث بعد قرار محكمة العدل الدولية ومؤكدا أنه سيطلب من نظرائه الأوروبيين دعم عمل المحكمة. بدوره قال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن إن الدول الثلاث تركز على كيفية المساهمة في خطوات ملموسة من أجل ضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتطبيق حل الدولتين. من جانبه قال وزير الخارجية النرويجي قال إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية جزء من مسار يهدف للوصول إلى عملية سلام في الشرق الأوسط.